هنا هرجع لحباب، العمل بتاعكو في التنظيم هو عمل تطوعي محض، فايه اللي يخلي واحد يتطوع بانه يدوب ينام ساعتين يقعد يشتغل؟ زي ما كنت بقولك انا عارف شغلتي كويس وعارف ان احنا شغلنا غلسة، ف غلستنا وطلبات كتير من كل الوفود وطلبات كتير من كل المشاركين وطلبات من المتحدثين، وده تطوع يا حباب. يعني ايه اللي يخليك تقرر تعمل كده؟ ليه تحط نفسك في المعمعة دي؟ وده يا فندم سؤال عميق جدا ويعني لمس الواحد معاني مهمة جدا. يعني الفكرة يا فندم ان الواحد لما بيعمل العمل التطوعي ده ولما بيشوف اثره على غيره، يعني انا اعتقد ان امتع انواع العمل في الدنيا هو اللي الواحد بيشوف تأثيره على غيره. والأجمل كمان إن إحنا شغلنا، يعني أنا ممكن أرجع 3 سنين ورا، يرجع إن إحنا من أول منتدى، أول فكرة نموذج محاكاة كانت سيكيورتي كونسل أو مجلس الأمن بالظبط، وطلع توصيات ساعتها من نموذج المحاكاة وتبنتها الأمم المتحدة، وبعد كده تم اعتماد المنتدى كمنصة للحوار ما بين الشباب. فالواحد لما بيحس ان حتى ان هو بيعمل حاجه بناءه، يعني الموضوع مش يعني هو مش في اثر ملموس بالظبط، الموضوع الكونتنت بتاعه حقيقي واثره حقيقي، يعني هو مش شو، هو انت بتعمل حاجه بالظبط. حلو الكلام ده، هو مش شو بالظبط، احنا مش جايين حفله بالظبط. الموضوع متعب وبده جهد وبده شغل. كان في جزء ممتع كتير وكان في جزء احنا قدرنا ان نتسلى ونتعرف على الناس، بس صدقا كان الموضوع كتير عميق وفيه كتير مجهود، يعني مجهود كان منا كحضور، كان من المنظمين، كان من المؤتمر كامل، وكان معطي برايوريتي. يعني بتقدر بتدخل بتلاقي القاعة تبعت المنتدى تبعت المحاكاة لها جو خاص، يعني اذا بتشوف القاعة من جوا تبقى الأصل عن القاعة تبعت الأمم المتحدة. يعني هذا الموضوع لحاله، الجستيات البسيطة هاي بتشعرك بأهمية الموضوع، فبالتالي بتتصرف مسؤولية عالية تجاهه. فأنت بتعمل نموذج المحاكاة باعتباري بقى ما دخلتش النهاردة، كل شوية أقول لكم أنا ما دخلتش النهاردة، باعتباري ما دخلتش النهاردة نموذج المحاكاة بكافة تفاصيله. يعني أنا هخش هلاقي نفسي داخل على القاعة الكبرى الأمم المتحدة بتاعت الجنرال أسامبلي، هي يعني هي يا فندم، حتى بالسقف، يعني حتى سيلينج بتاع الهيومن رايتس كونسل في الامم المتحده حضرتك ممكن حضرتك تشوفها مسجله وتشوف القاعه نفسها معمول بالظبط بالسيتنج كله هو فهو انا بتفرجيك انه اتس نوت اشو، يعني احنا بدنا اياكم تعيشوا التجربه المطابقه طبعاً، وتشوفوا قد ايه الموضوع بنفس الوقت تعرفوا مسؤوليه الموقع اللي انت قاعده. يعني انت شخص واحد قاعد تمثل بلد، فالموضوع مش سهل والموضوع لازم تتحمل مسؤوليته وتكون قده. يعني